نحكي عن اول زرع الاسنان. من ناحيه بنقول له نحن ديجيتال دنتستري او ديجيتال امبلانتولوجي، ما يعرف بالعربي الطب الرقمي في زراعه الاسنان. اليوم صرنا قادرين نعمل زراعه الاسنان من دون جراحه نهائيا. كيف؟ منبلش ناخد مثل سكان، منحول المريض من conventional patient، منقول له مريض تقليدي، لمريض رقمي. ناخد هيدا اللي عم نشوفه بالضبط، ناخد سكان بنعمل صورة ثلاثية الأبعاد ومنحطهم فوق بعض، بعدين منصمم الزرعة بشكل تكون كتير دقيق وبعيدة عن الأعصاب وعن الشرايين تبع الجسم مطرح بالفك. بعدين بنصمم جهاز بنقول له ديجيتال سيرجيكال جايد، هيدا من خلاله بنقدر نحن نفوت الزرعه بالطريقه اللي عملناه لتصميم معين ديجيتال. طبعا هيدا الشيء بدنا نعمل له 3D برنت. بعدين مثل ما شايف انت بنحط هيدا الجهاز بقلب تم المريض وبنعمل 3 بخوشه مطرح ما بدها تنزل الزرعه، وهيدا عم بتفوت الزرعه. بهالطريقه ما في شق، ما في تقطيب، بتكون كتير دقيقه و100% مضمونة من دون أي أخطاء. هيدا أهم شيء.